وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الدوحة المحلل السياسي السوري محمد ياسين النجار. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد. بداية، مجلس الشيوخ الأمريكي يعارض قرار ترامب سحب القوات من سوريا، كيف تقرؤون هذا التصويت من مجلس الشيوخ الأمريكي؟ المتابع للشأن الأمريكي يعلم تماما أن هناك عملية استقطاب حاد يتم في الولايات المتحدة ما بين الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري وأيضا داخل الحزب الجمهوري، حيث أن السيد ترامب أصبح محاط باتجاهات متعددة غير فاهمة لبعض التصرفات التي يتخذها، حيث لم يكن هناك التشهرات المناسبة الكافية. لذلك نحن نرى أن هذه القرارات التي تدخل في القرارات في الانسحاب وعدم الانسحاب هي عملية داخلية، ولكن الأرجح أن السيد ترامب ماض في عملية الانسحاب من شمال سوريا، ولكنه يريد أن يتم هناك عملية صفقة ما فيما بينه وبين تركيا وأيضا مع بعض الأطراف الأخرى. ولاحظنا تماما التصريحات التي تمت من حيث أن المواقع العسكرية الأمريكية في العراق سوف يكون لها دور حاسم سواء على صعيد سوريا وأيضا على التجسس أو العمليات الاستخباراتية التي يمكن أن تتم على إيران. هناك من يرى أن قرار مجلس الشيوخ صاحب الأغلبية الجمهورية هو بمثابة مخرج لترامب بعد أن اعترض عليه كبار مستشاري ترامب، وكان أحد أسباب استقالة وزير الدفاع في الولايات المتحدة. إلى أي مدى ترون وجهة هذا الرأي صحيحة؟ يعني أحد التصورات يمكن أن ترى هذه الزاوية، ولكن أنا أرى حتى الآن ضمن السياق الكونغرس في الولايات المتحدة هو قرار غير ملزم، لا يستطيع من خلال هذا القرار الوصول إلى عملية تهرب محتملة من عملية الانسحاب من شمال سوريا. لذلك إذا ما أراد أن يصل إلى هذه الناحية يحتاج إلى عودة إلى مجلس النواب حتى يتم إقرار مثل هذه القرارات التي تجعل عملية الانسحاب مستحيلة. لكن حتى الآن المسار عملية التعامل مع هذا الملف تسير حتى الآن في عملية تفاوضية أو عملية تقليص لعمليات الانسحاب من شمال سوريا، حيث أن هذه القوات هي قوات ليست كبيرة بالعدد كما يتصور، قوامة قرابة 2000 مقاتل غالبيتهم من المستشارين العسكريين وليسوا من قوات عمليات التدخل العسكري. لذلك المتوقع خلال المرحلة القادمة العلاقات التركية الأمريكية هي الفاصلة في عملية الانسحاب، ولاحظنا تماما التصريحات التي قام بها السيد أردوغان من حيث أنهم حتى الآن يشعرون أن هناك تماطل من إقرار الاتفاقات التي تمت فيما بين السيد أردوغان وترامب. يعني هل سيكون لقرار مجلس الشيوخ أي تأثير على موازين القوى في سوريا؟ حتى الآن القرار ليس له أي صفة ملزمة كما أسلفت، لذلك إذا ما أراد الكونغرس الوصول إلى مثل هذه القرارات تحتاج إلى عملية عودة إلى مجلس النواب وإقراره وعملية التفاوض والنقاش حول مثل هذه التصريحات، وأنا أظن مستبعدة في الوقت الحالي مباشرة. طيب، في تصريح له مع قناة أمريكية قال ترامب إنه سيبقي على قواته في العراق لمراقبة إيران، هل تعتقدون أن سوريا ستكون مشمولة بهذا الهدف فيما لو تراجع عن قرار انسحاب قواته من سوريا؟ نعم تمام، أوافق هذا الرأي، حيث أنه يحاول التركيز على وجود قوات أمريكية مركزة في العراق بالإضافة إلى قاعدة أمريكية في منطقة التنف التي لاحظنا خلال الأيام الماضية كيف أنها قامت بعمليات إعادة للقصف على قوات النظام. لذلك المتوقع مزيد من التمركز في القوات الأمريكية في العراق، وبالإضافة إلى مساعدة لوجستية يمكن أن تقوم بها قاعدة التنف لقطع عمليات التواصل ما بين إيران
وإمدادات حلفائها في حزب الله في لبنان. نعم، كان معنا محمد ياسين النجار المحلل السياسي السوري من الدوحة عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.